الأشجار مهددة بالانقراض والمغردون يطالبون بمحاسبة المتسببين. طبعا ضيفنا في الاستوديو الأستاذ طارق العباسي مدير عام التنوع الإحيائي ومكافحة التصحر. أهلا وسهلا فيك أستاذ طارق. أهلا وسهلا فيكم يا يعني مرحبا الأخوة المشاهدين والأخوات. أهلين يا يعني مرحبا أستاذ طارق. بداية رح أسألك على أسباب انقراض الأشجار. خلينا نقول يمكن هذه نعمة إحنا فيها والناس مو حاسة بقد إيه إنه إحنا قاعدين نخسر أشجار كثير وغابات كثيرة وكبيرة. ليه قاعدة تنقرض الأشجار من حوالينا؟ بالتأكيد هناك عدة أسباب لانقراض الأشجار، منها طبعا قطع الأشجار بسبب الاحتطاب، الرعي الجائر، وجود حيوانات كثيرة في المرعى أكثر من طاقة المرعى نفسه، يمكن عدد الحيوانات أضعاف ما يستحمل المرعى. صحيح. عدم تجدد النباتات لأنه كلها رعيت، أو الآن الاحتطاب اللي موجود ما هو احتطاب، هذا اجتثاث، يعني هو يقص الشجرة من أصلها فما عاد تنمو مرة ثانية. صح. الأشجار اللي موجودة عندنا في المملكة العربية السعودية أكثر من 2400 نوع نباتي، وهذه طبعا محصلة لأنه موقع المملكة العربية السعودية غرب قارة آسيا، شرق أفريقيا، وجنوب البحر الأبيض المتوسط. عندنا حوالي 67 نوع نباتي خاصة بالمملكة العربية السعودية فقط. عندنا تقريبا أكثر من 100 نوع شجري موجود، أشجار كأشجار وشجيرات وجراسز وهذا. طبعا الرعي، الضغط الكبير على المرعى، على المناطق اللي فيها النباتات سواء باجتثاث الأشجار أو بالرعي الجائر أو حتى بالتنزه الخاطئ، يعني نحن مجرد ما تكون في منطقة ربيع نجد الناس دخلوا في وسط الأشجار بسيارات أو مخربوا المنطقة. صح. المنطقة اللي تمر فيها السيارة أحيانا 100 سنة ما ينبت فيها نبات ثاني لأن التربة دكت ولا عاد إنها ترجع مرة ثانية. هذه الممارسات اللي ممكن تأثر على غطاء النباتي بشكل عام. طيب كمان أستاذ طارق، إحنا عندنا فيديو تعريفي من هيئة البيئة والزراعة والمياه سوته عن الاحتطاب الجائر، نتابع. الأشجار لها حكايات عريقة في ثقافتنا وحضارتنا، وللأسف الاحتطاب صار خطر كبير يهدد الأشجار اللي زرعها أجدادنا. يقولون إن الأشجار كانت تملي العين في بلادنا على امتداد الطرق ومداخل المدن. الشعراء والكتاب وأهل كل منطقة كانوا يتفاخرون بأشجارهم ويعتبرونها رمز مهم يعبر عن أصالتهم وحبهم للحياة. الشاعر مالك بن الريب ذكر شجرة الغضا في مرثيته اللي تعد من عيون الشعر العربي، وقال: ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بجنب الغضا أزج القلاص النواجية. وكان يقصد بالغضا الأهل والأصدقاء والحياة الجميلة. الأشجار في المملكة نباتات تعمر لسنين طويلة مثل عمر الإنسان، وتقاوم التضاريس فتعيش في التراب والكتبان الرملية الثابتة وحتى المتحركة، وتتميز بقواعدها الخشبية القوية والفروع الكثيرة اللي تصنع ظلال جميلة، وتتنوع في أشكالها وأطوالها، ونحصل من نفس النوع شجر فارع الطول وشجيرات صغيرة. والوعي بالمحافظة على الغطاء النباتي يرجع لسنين قديمة، تذكر الروايات إن كثير من مناطق المملكة سنت قوانين خاصة للمحافظة على الغضا وغيرها من الأشجار. لكل اللي يقول إن احتطابه أو شراءه للحطب المحلي ما بيأثر، نقول له لا أكيد بيأثر، ونحتاج تأثيرك يكون إيجابي وتكون واعي بمخاطر الاحتطاب المحلي لأنك أحد أبناء هذا الوطن. طبعا نشكرهم على هذا الفيديو التوعوي هيئة البيئة والزراعة والمياه. أستاذ طارق، بداية احنا شفنا معنى الاحتطاب الجائر او جزء بسيط من الاحتطاب الجائر، لو تقول لنا كيف نقدر نحد من سلوكيات هذا الاحتطاب؟ طبعا افضل طريقة للحد من السلوكيات اننا نمتنع اننا نشتري الحطب المحلي. وللمعلومية انه وزارة البيئة والمياه والزراعة من أكثر من 10 سنين دابت إن هي تكافح هذه الظاهرة اللي هي ظاهرة الاحتطاب الجائر للأشجار، وليس احتطاب، نحن نقول اجتثاث لأنه هو يشيل الشجرة بالكامل. وسمحنا باستيراد الحطب والفحم بدون رسوم جمركية، وإلى اليوم هذا حاصل. وبالعكس يعني الحطب والفحم المستورد أحيانا أفضل من الحطب المحلي. فنحن نتمنى إنه من المشاهدين والأخوة المشاهدين والمشاهدات أنهم يمتنعوا عن الشراء الحطب المحلي، وهذا حيخلي المتعاملين فيه والمتنفعين منه
يبدأ ينحد أنهم يبطلوا قليل يعني شوية من العملية الاحتطاب أو يتوقفوا عنها لما المجتمع يتفاعل أنه يمتنع من الشراء. هذه واحدة من الأشياء إضافة لاستخدام الغاز والأشياء الوسائل الحديثة في التدفئة. صحيح. يعني ما في داعي أننا نحن نستخدم الحطب رغم أنه الحطب المستورد موجود بنفس كفاءة الحطب المحلي ونفس الكفاءة تماما يعني والمفروض أنهم يتجهوا له وأرخص كثير من الحطب المحلي. طيب أستاذ طارق يعني ما أعرف إلى الآن هل الناس ما عندها الوعي إيش الأشياء السلبية اللي ممكن تترتب من الاكتثاث يعني قديش ممكن تأثر على البيئة وغيرها خلال السنوات الماضية، إذن ليش يكون في عدم اهتمام من الناس؟ هو في بدائل يعني زي ما حضرتك تفضلت في بدائل في بدائل لكن الناس هم يتكلموا عن موروث شعبي عن موروث قديم. أنا أستخدم حطب السمر ولا حطب السلم ولكن هي كلها في الأخير حطب وبينحرق وجميع الأحطاب الحطب اللي وصلنا الخارجي لا يقل كفاءة يعني كفاءته يمكن تكون أفضل من الحطب المحلي ولكن موروث. هل ما عندهم الوعي أنه بدل ما أنا أشيل الشجرة من جذورها أني أخذ أجزاء منها؟ هو المفروض هذا الاحتطاب انك تاخذ الاجزاء الجافه لكن اللي صار هم بيقطعوا الاشجار الحيه الان الشجره اي شجره تلقيها في المنطقه المناطق البريه عمرها لا يقل الشجره اللي يكون ارتفاع حدود 2 متر الى 3 امتار وفوق طبعا عمرها ما يقل عن 250 الى 300 سنه. انت لو عندك شجره في بيتك ترعيها مده 300 سنه لو تدفع عليها 100 ريال في السنه كم يكون سعر هذه الشجرة إلى أن توصل؟ هذا ربنا حباها طبعا في البرية بالعناية وبالمقاومة وهي أشجار مقاومة للجفاف مقاومة للآفات الزراعية ومتوائمة مع البيئة اللي عندنا. زي ما قلت أستاذ طارق يمكن عندنا في مجتمعنا بعض التقاليد بالذات في الشتاء يحب الناس يطلعوا على البر ويقول لك ريحة الحطب ما تأذي الصدر زي الفحم العادي فعشان كده يفضل أنهم يستخدموا الحطب برغم أنه بيؤدي إلى انقراض الشجيرات هذه عندنا في والتصحر عندنا. خلينا نتكلم عن النسب عن الإحصائيات قد إيش نسبة الحطب اللي مسكتوه يعني اللي الناس بيحتطبوا طبعاً بيؤدى إلى التصحر يعني. في كميات كبيرة بنمسكها هذا اللي بنمسكه طبعا غير اللي ما نقدر نمسكه يعني في طبعا في عام 36 تقريبا استطعنا أن نمسك حدود 296 طن وهذا عدد بسيط عن الشيء اللي ترى موجود يعني في الأسواق اللي موجود أكثر في عام 38 180 طن الآن هذه السنة والموسم الآن ما زال شغال نحن ماسكين إلى الآن 107 طن وهذه أعداد كبيرة جدا يعني كميات كبيرة. أنت الشجرة قد تكون الشجرة الواحدة شجرة الأرط الواحدة يبيعوها بأربعين أي يبيعوا حطبها بحدود 40 ريال أو 50 ريال هي عشان توصل لهذا الحجم تحتاج إلى 20 إلى 25 سنة في البر عشان توصل للحجم اللي هو يحتطبها ويبيعها ب 25 ريال أو 40 ريال فما هو الفالي الإضافة لأنه زي الأرطة تبث شعاع من الجذور في راديش في محيط لها يوصل حدود ال 20 متر تقريبا القطر حق المنطقه الى اكثر من 20 متر تثبت الكثبان الرمليه وهذا اللي نحن نعاني منها في الطرق. صحيح. نعاني منها في بعض القرى زحف الرمال على بعض المواقع. صحيح. على بعض المزارع على كثير من المناطق اللي اضافه الى اذا كانت الرياح قويه ونشطه طبعا بعدم وجود الغطاء النباتي هذا بيثير كثير من الاتربه والغبار في المناطق الموجوده. طب ايضا استاذ طارق ذكرت قبل شوية أنه من إحدى الأشياء اللي طلبتها مننا ومن المشاهدين أيضا أنه نخف شوية من عفوا من أنه إحنا نشتري الحطب المحلي ونستبدله بالمستورد. في كمان أطلقت حملة توعوية اسمها هاشتاج أنا لا أستخدم الحطب المحلي. كيف تشوف صداها أستاذ طارق إلى الآن؟ صداها جدا ممتاز في تفاعل كبير من الجمعيات التطوعية من المواطنين من المواطنات ما شاء الله تبارك الله وصل حساب الهاشتاج اليوم 5 مليون حساب اللي موجودين. أي تغريدة تغرد فيها يصير لها ريتويت في حدود 15,000 مرة وهذا دليل وعي الناس يعني الناس واعية بالشيء بس نحن نبغى تفعيل الوعي هذا. صحيح. وترجمته على أرض الواقع يعني إن شاء الله نتمنى من الأخوة المشاهدين اللي يحضرون اليوم
وإن شاء الله جميع الإخوة والأخوات إنهم يبدأوا يمتنعوا عن شراء الحطب المحلي. يعني 5 مليون حساب يعني دليل إنه في ناس كثير مهتمة بهذا الموضوع. أكيد أكيد ويوجد الوعي وكثير من الناس تجينا كثير من الشكاوي تجينا كثير من الاعتراضات من المواطنين بالذات اللي يجوا يقطعوا الأشجار لأنه أحيانا المتنفعين يعني يجي في أوقات في الليل ما يكون الناس يتابعوهم يعني كثير يمكن من السيارات نمسكها في المساء لأنه في المساء ما في أحد يكون وقت دوامه وهذا ومع كده نحن بنثابر أن نحن نوسع نطاق الدوريات والمملكة كبيرة نحن ما نقدر نغطي كل شيء من طيب البديل للحطب المحلي إنه إحنا ممكن نستورد حطب من الخارج طيب الحطب اللي من الخارج هل لي معايير معينة مثلا إحنا دائما نقول ناخد الأجزاء الجافة من الحطب إحنا كيف نضمن أول حاجة إيش هي المدن اللي ممكن نستورد منها هذا الحطب وتكون يعني مطابقة للمعايير الصحيحة هي من شروط الوزارة لما سمحت باستيراد الحطب يستورد الحطب من الدول اللي عندها فائض من صحيح. الحطب إضافة لكده لنا وضعنا مواصفات معينة في قطع الحطب بحيث أنها تكون قطع احتطاب وليس اجتثاث للأشجار ويوجد كثير من دول العالم اللي تكون عندها الغابات تتجدد لأنه عندها كميات أمطار كثيرة فتتجدد بسرعة يمكن خلال 3-4 سنين ترجع الشجرة من جديد ويرجعوا تاني يسووا برودكشن أو إعادة إنتاج من الأخشاب للغابات حقتهم وهذا موجود متوفر يعني في كثير من الدول ممتاز. جنوب أفريقيا عندنا في كثير من الدول بدون ذكر أسماء الدول هذه نعم. يعني ما شاء الله أنتم يديكم العافية أنكم بتقوموا بالتوعية وفي تفاعل كبير من الناس ومن المجتمع وأيضا بتقوموا بالمراقبة وبتمسكوا هذول اللي بيسووا الاحتطاب الغير جائر خلينا نقول في عقوبات والآن نحن في وزارة البيئة بنعيد النظر في العقوبات اللي موجودة وفي الأنظمة اللي موجودة بحيث أنها تكون تتماشى مع الممارسات اللي موجودة الآن على أساس أن نستطيع أن نوقف أو نقلل بقدر كبير أو نحد من عمليات لكن توجد عقوبات وتوجد رقابة شديدة على هذا والحمد لله في تعاون كبير من الجهات الأمنية اللي في مداخل المدن واللي بتسيطر طبعا تكون قائمة على أي أستاذ طارق هذه العقوبات يعني مثلا مسكتوا أحد قام بالاحتطاب الجار خلينا نقول إحنا عارفين الاحتطاب الجار إحدى الأشياء اللي لا القانون يمنعها إيش في كمان إيش ممكن تمسكوا الأشخاص عليه في طبعا في القطع هذا بنمسك هذا في البيع وفي النقل في البيع كمان في البيع نعم طب سوق الحطب سوق الحطب المفروض اللي يكون فيه كله مستورد وإذا مستورد. وجدنا نعم إذا وجدنا فيه يخالف البائع اللي موجود هنا. يعني يتم تفتيش سوق الحطب إيه نعم. في دوريات تفتيشية في دوريات تفتيشية من الوزارة باستمرار لأسواق الحطب في جميع والآن نشطت أكثر في كل سنة لكن يوجد المخالفين يعني في كل هذا موجودين بشكل كبير نعم. طيب أستاذ طارق بوصلك على أكثر الأماكن المناطق المتضررة اللي بياخدوا منها بيسووا فيها الاحتطاب هذا يعني في السعودية إيش هي الصحراء أو المناطق اللي بياخدوا منها الحطب وشفتوا في اختلاف قبل وبعد يعني مثلا لو نتكلم على 10 سنوات كيف كانت المنطقة مليئة بالأشجار وكيف أصبحت الآن كثير متضررة كثير من المناطق عندك الصمان عندك الدهنة في الصحراء الأرطة تقريبا هذا صحراء النفوذ مناطق حول المدينة في جيزان في حايل في نجران في جميع مناطق المملكة وكل من حاربهم في منطقة ينتقل إلى منطقة أخرى وبنفس الطريقة لكن إن شاء الله بالأنظمة الجديدة اللي حتحدث إن شاء الله بيكون يعني هل هم تجار أو مرتزقة خليني أسأل هذا السؤال يعني هل هي الفكرة أنه تاجر يبغى فاتح مصنع حطب أو شيء أو هم هذول الأشخاص اللي مثلا بيوقفوا يبيعوا رزمة الحطب يمكن بتشوفوهم بعشر ريال وخمستاشر ريال لا هم طبعا هو يجدها ربح رخيص وسريع وسهل هو يعتبر أنه هذه غير مملوكة لكن هي مملوكة من كل الناس ما هي مملوكة لفرد واحد نحن كلنا هذه بتدينا أكسجين بتسحب ثاني أكسيد كربون بتدينا خضرة بتدينا جمال بتدينا روح للصحاري اللي نحن فيها وكمان تأثر على الحيوانات اللي في الصحراء يعني بالتأكيد لأنه أنت الشجرة نحن هي نظام بيئي كامل فيها حشرات وفيها قوارض وفيها زواحف وفيها طيور وفيها ثدييات منظومة كاملة تختل
بمجرد اختلال. إضافة إلى لما تزيل الغطاء النباتي من منطقة، ممكن الآن بعض مناطق المملكة تعاني منه، بيكون في نباتات يسمونها النباتات الغازية، هذه تغزو المناطق اللي تكون زيحت منها النباتات الأصلية، وتبدأ تنتشر وتعيق نمو النباتات هذه مرة أخرى حتى لو كانت في ظروف مواتية لإعادتها. إضافة إلى النباتات الانتهازية نحن نسميها، هي زي النباتات الغازية، نباتات موجودة عندنا في نباتاتنا في المملكة، نباتات المملكة، ولكن تنتهز الفرصة عدم وجود النبات الأصلي وتكتسح منطقته وتنتشر فيه. إيش أكثر الأشجار المهددة بالانقراض صارت عندنا في السعودية بسبب الاحتطاب الجائر؟ كثير، في بعض المناطق طبعا انتهت منها تقريبا أو بقيت أشجار قليلة. طبعا هم أكثر ما يحتطبوا السلم والسمر، لأنه هي من الطلحيات وما فيها مواد صمغية كثيرة، المواد الصمغية تسوي أدخنة، ورغم أنه ريحتها جميلة لكن بتعمل أدخنة، والأدخنة هذه تضايق. طبعا أقلهم السمر والسلم وبعد كده الطلح، فهم يعني ما خلوا حتى الطلح، حتى بعض الأشجار الثانية اللي لم تكن تحتطب في يوم من الأيام ما يحتطبوها اليوم، خلصوا من الطلحيات وشوية أنواع الحطب وبعدين صاروا بيأخذوا أي نوع للشجر. بالضبط. طيب خليني أسألك، طيب هذه الأشياء الأماكن أو الأشجار اللي أوريدي ماتت، يعني حضرتك ذكرت أن هي تحتاج سنين وسنين طويلة حتى ترجع. نعم. طيب كيف يمكن إحيائها بطريقة، هذه المناطق اللي تعرضت للانتهاك أو الاحتطاب الجائر، كيف ممكن نرجع تاني مرة نحييها؟ نعم. هل ممكن كلها رعاية بيئية خاصة؟ نعم. الآن نعمل، نحن عندنا في الوزارة نعمل على مبادرتين موجودة لاستعادة الغطاء النباتي، واحدة مبادرة التنمية المستدامة للغابات والمراعي وإعادة تأهيلها، وفي هذه المبادرة بنزرع 10 مليون شجرة إضافة إلى إنتاج 60 طن من البذور النباتات الرعوية لنثرى في المواسم المطيرة، على أساس أن نحاول نعيد استزراعها مرة ثانية. هل هي في محميات خاصة؟ الآن نعم، في مناطق مسيجة، لأنه نحن ما نقدر نطلع للبرية لأنه في رعي وفي طبعا احتطاب وما حيخلوهنا، وبنستخدم فيها مياه الصرف الصحي المعالج، معالجة ثلاثية، ونستخدم فيها، ما نستخدم المياه الجوفية أبدا، كل المياه اللي هي المياه المتجددة اللي هي بعد ما تعالج من مياه الصرف نروح نسقي فيها هذه النباتات على أساس. تقريبا كم سنة تحتاج حتى ترجع هذه الأشجار تقدر تعطي وتنتج من جديد؟ الأشجار تحتاج إلى يمكن 10 سنوات، يعني نقدر نقول إنها تعطي من 5 إلى 10 سنوات حسب نوع النبات. لكن طبعا على أساس نستعيد الغابات اللي كانت أو الأشجار اللي كانت بشكلها الجميل نحتاج سنين وسنين. عندنا برنامج آخر، المملكة الخضراء، نحن مقدمينه في البرنامج التحول الثاني، وإن شاء الله هذا حيكون يشمل جميع نباتات المملكة، وأعتقد حيكون برنامج جدا كبير، يعني أكثر من 10 مليون بكثير. طب هذه البرامج اللي بتسووها، هل ممكن أنكم تشركوا فيها جميع فئات المجتمع عشان الناس يحسوا بقيمة هذا التسجير ويكافحوا التصحر، خصوصا صح أطفال أو أنه جميع فئات المجتمع؟ نعم، في بنشرك المجتمع المحلي صراحة، وجدنا صدى، احنا اطلقنا التشجير قبل شهرين تقريبا في جميع مناطق في معظم مناطق المملكه وجميع مناطق المملكه اللي كانت الظروف تسمح بالتشجير فيها والوقت مناسب للتشجير فيها، وكان في اقبال كبير من الجمعيات البيئيه والروابط البيئيه، اكثر يمكن من 100 جمعيه ورابطه بيئيه شاركت في هذه الحملات، اضافه للافراد. يوجد تطبيق في الوزاره الان، تطبيق تشجير، هذا يسمح للأفراد بالمشاركة في حملات التشجير اللي نحن نقوم فيها. حلو. فأنا عندي تشجير، أنا أكتب له موعد التشجير في المنطقة المعينة، ومتى ما يحب هو يشارك يستطيع أنه يسجل اسمه، ونحن نتصل فيه ونقول له تعال شارك عندنا. فين يقدر يلقوا الناس؟ هذا في موقع الوزارة، التطبيق حيطلق قريبا، يمكن خلال أسبوع أو 10 أيام. جميل. إن شاء الله حيكون مطلق، ومن خلال موقع الوزارة يقدر يسجل البيانات اللي يبغاه، ونحن نتواصل معه أو يختار حملة التشجير المناسبة له والأقرب له لمنطقته، يعني إذا في حائل، إذا في جيزان، إذا في مكة. حلو. إذا كان هذا يستطيع أنه يشجر مع الوزارة، مع مقاولين الوزارة يجي يشتغل معه. أيضاً أستاذ طارق، أنت ذكرت أنه في أشياء أنت حابب تقولها توعي فيها الناس المشاهدين والمشاهدات، في أشياء أنت مجهزها لنا كمان كنت حابب تقولها؟ يعني أنا أهم شيء عندي، يعني تفاعل الناس كان جميل جداً، وهذا دليل الوعي عندهم، وهذا شيء يثلج صدرنا كثير، وبالعكس يعني اللي نلمسه من المواطنين ومن المواطنات دائماً
سواء يشتكوا على ناس يقطعوا الشجر أو أنهم يبدوا ملاحظات أو تعاون. هذا تعاون جميل جدا وبناء، ونحن نتمنى أنه يستمر التعاون هذا ويكون أكثر من كذا، بالذات زي ما أسلفت إذا كان هم يمتنعوا كمان من نفسهم. أنا ما عاد أشتري حطب محلي، أنا أشتري حطب مستورد هو نفس الكفاءة، وإنما في بعضها يمكن كفاءتها أعلى يعني من المحلي، إضافة للفحم بنفس الطريقة. ونحن فتحنا المجال، يعني الدولة ما قصرت إن هي أعفت هذه من الرسوم الجمركية حماية لأشجار وطننا، وفيه اهتمام كبير يعني من ولاة الأمر بموضوع التشجير وبالأشجار، لذلك يعني يولو اهتمام وعناية خاصة ومتابعة خاصة. ممتاز. يعني الحمد طيب لله. أستاذ طارق، خليني أنا أتكلم بصوت المشاهد والمتفرج. طيب إحنا حين أعرف إنه التشجير له فوائد كثير، فعليا إيش هي الفوائد؟ أعرف إنه فيه أكسجين فقط، أنا ما أتكلم عن الحطب. طيب وفي نفس الوقت أعرف إنه أنا مفروض إني ما أخالف القانون لما أبغى أزرع شجرة قدام بيتي ولا أبغى أعمل تشجير في السطح، لأنه هذه الأشياء كلها ممكن تكون مخالفة وتعرضني لمشاكل قانونية صحيح مختلفة. طيب أنا كيف ممكن أنا أتكلم كأفراد، أنا ما أتكلم عن أنه أنا أدخل على موقع الوزارة وأعرف أنه أنت وين رايحين وأجي وأشارك. لو أنا بعمل تشجير في بيتي هل لي أحقية؟ وإيش أفضل أنواع الشجر اللي ممكن أستعملها؟ سمعنا قبل فترة كانت في حملة تشجير الأسطحة، حتى الواحد يستفيد منها ويعرف قيمة التشجير. طبعا في المناطق الحضرية اللي هي المدن هذه غالبا مسؤولية الأمانات، ولكن نحن الآن في بيننا وبين الأمانات أو وزارة الشؤون البلدية والقروية مذكرة تفاهم، وبنضع بعض الضوابط وبعض البرامج اللي نبغى نساهم فيها بتشجير المناطق داخل المناطق السكنية بنباتات برية مناسبة. يعني في الفلورا حقتنا غنية والنباتات البرية حقتنا غنية، 2400 نوع ما هي عدد بسيط، فيها من الأشجار الشوكية ومن الأشجار الجميلة وأشجار الظل، وهذه كلها نحن إن شاء الله في المستقبل القريب حتكون في برامج مشتركة مع وزارة الشؤون البلدية والقروية إن شاء الله تثلج صدور الناس أجمعين إن شاء الله بإذن الله في جميع داخل المدن، ولكن تشجيرنا غالبا في المناطق المحيطة بالمدن وخارج المدن نحن كوزارة بيئة يعني بشكل بس عام. ما يصير عقوبات زي ما قالت رؤى على الأشخاص اللي ممكن حابين يسوي تشجير في الأسطح؟ لا كيف في عقوبات، نحن نشجع بالعكس يعني أي شجرة خضراء تضاف، لكن نحن اللي ودنا أن نسويه أكثر أن نحن نستخدم المنتج المحلي. طبعا أنتم لاحظتوا أن بعض الأشجار اللي موجودة في المدن أحيانا تهاجم الخزانات، خزانات المياه صحيح. بالجذور والهذا، لأن هي أشجار غير متوائمة مع البيئة، وطبعا تدمر البنية التحتية من أساسات البيوت صحيح. الآن عندنا نحن دراسة مع وزارة الشؤون البلدية والقروية في مذكرة التفاهم على أساس أن نحن إن شاء الله نضع بعض الضوابط للأنواع النباتية اللي موجودة، وتوجد لجنة علمية في وزارة البيئة تختار النباتات البرية لكل منطقة، لأنه كل من روح منطقة من مناطق المملكة في من 3 إلى 4 أنواع شجري غير الأنواع الشجيرية، طبعا أعدادها مهولة وكثيرة يعني فنحن بنختار النباتات الملائمة لإعادة التشجير في هذه المناطق. إضافة لكده الوزارة كمان وقعت مذكرتين تفاهم مع وزارة النقل، وزارة الشؤون البلدية والقروية قلت لكم، ومدن كمان على أساس أن نعيد استزراع بعض المناطق اللي هي على الطرق السريعة، بحيث أنه ما يكون الطريق السريع ممل الإنسان ممكن يشوف بعض الأشجار ولا هذا، إضافة لأن نحن نحافظ عليها من كانت الأخت سألت عن إيش أهمية الشجرة، الشجرة غير الأكسجين بتعطيك منظر جميل، بتثبت التربة، بتثبت المياه، بتزيد محتوى الواتر تيبل أو المحتوى المائي داخل التربة بترفعه، لأنه وجود الأشجار يعيق جريان المياه السطحي فيخلي المياه تركض وتبدأ الأرض تتشربها بعمق، فتزيد عندنا المياه الجوفية للأبار السطحية، يعني ما راح تستهلك الكثير من الري أبدا. النباتات البرية ما تستهلك ما تستهلك ري كثير، الري في النباتات البرية مرة في الأسبوع أو مرتين كل أسبوعين في السنتين الأولى فقط، وبعد كده نتركها نسوي لها عملية تقصية، نبدأ نرويها على مدى بعيد كل 3 أسابيع، بعدين كل شهر، وبعدين إلى أن نتركها، لأنه الجذور في النباتات البرية تنمو بشكل سريع جدا أضعاف المجموع الخضر اللي يكون فوق الأرض. يعني أنا أتذكر زمان كنا نشوف
في شجر اكثر داخل المدينه، يعني جوه البلد كان فيه شجر دائما نشوف في حدائق اشجار في الطرق، الان تصحر تام، يعني البلد صامته بس كلها تحس انها كذا عمليه زياده عن اللزوم. اتكلمت انكم وقعتم مذكرات تفاهم مع وزاره النقل والشؤون القرويه وغيرها، وانه متى حنشوفه على ارض الواقع؟ يعني قريبا احس انه متى قريبا، يعني انه احنا مستعجلين. نحن ان شاء الله حيكون مع الوزاره 3 مليون شجره، حنزودهم 3 مليون شجره، وزاره الشؤون البلديه والقرويه ووزارة النقل كمان 3 مليون شجرة. ويوجد الآن مذكرة تفاهم على الطاولة مع مدن، حنزودهم يمكن بحدود مليون شجرة. ويوجد مذكرة تفاهم أيضا مع سكك القطار أو هيئة المواصلات، برضو حنزودهم بعدد بعدد من الأشجار. يعني إلى الآن لما يعني خلال 5-6 سنين كذا حنشوف السعودية خضراء ان شاء الله. طيب ان شاء الله اذا تعاونوا الاخوان والاخوات معنا. يعني نقول بالضبط انه اهميه مشاركه المجتمع في الموضوع ده والوعي في المجتمع طبعا مهمه جدا، وان شاء الله اذا كانت في امطار جيده واذا في تعاون جيد من الناس ومن المواطنين بشكل عام، يمكن في فترة أقصر نقدر نشوف نتائج مبهرة إن شاء الله. طب أستاذ طارق، ممكن كمان هذا سبب رئيسي عندنا إنه إحنا الأمطار موسمية غير كذا قليلة، يعني مثلا احنا بس بتمطر تقريبا عندنا بس في الشتاء، واوقات بيجي بيمر علينا كثير انه ما بتمطر في الشتاء، يعني هذا الشتاء ما مطرت ممكن يوم. ايوه بس واحد يوم حتى اقل كمان. يعني ترى يعني معروف الرياض السنة اللي فاتت كان مرينا يمكن اسبوعين بالضبط ورا بعد بتمطر ما شاء الله، الله يعودها علينا. لكن الان يمكن ما يكون هذا سبب كمان من الاسباب اللي سببت بدايه انقراض الاشجار والتصحر عندنا. النباتات عندنا بشكل عام متاقلمه مع هذه الاجواء، نحن في المناطق الجافه وشبه الجافه، المناطق هذه ما تقدر تتنبأ بالأمطار. السنة هذه تجيك أمطار ما جاتك من 10 سنين وتكفي 10 سنين قدام مثلا، وتجيك سنة جافة أو 10 سنين جافة. لكن النباتات متأقلمة. مشكلة الاحتطاب إن هم يظنون أن النبات مات. النبات يدخل في مرحلة في 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 كمون في جميع النباتات البرية، زي مرحلة سبات يحافظ على الموية اللي جواه بالضبط، ويرمي أوراقه وما يبقى فيه إلا فروع ناشفة، وهو في الواقع نبات حي. لكن مجرد ما تبدا الحياه تجي اي كميه من الامطار يبدا يخضر ويبدا يسوي دوره حياته. وبعض النباتات عندنا في النباتات الحوليه دوره حياته اسبوعين، بعضها اسبوع واحد. يعني النبات يسوي ينمو ويزهر ويثمر ويموت في اسبوع واحد او اسبوعين. كمان بالاضافه الى ذلك يا استاذ طارق، ذكرت انه بنقدر نستعمل المياه المجاري المعالجه في في الري، وكمان اكيد طبعا الواحد يعرف قديش هو ممكن يستفيد من المواد اللي موجوده فيها والعناصر. لا بس هذه المواد المعالجه هي معالجه ثلاثيه. يعني انت تستطيع انك امنه جدا حتى يعني، لكن نحن نستخدمها للتشجير. ويوجد عندنا كمان مشروع في الوزاره اسمه 100 غابه، هذا وجه فيه معالي الوزير، وإن شاء الله حيكون في حيز التنفيذ في القريب العاجل، لأنه عندنا 100 محطة معالجة سواء موجودة على الأرض أو حتكون موجودة خلال السنتين القادمتين، وحنضع عند كل محطة إن شاء الله غابة، حتكون هذه مشروع القادم. طبعا احنا بانتظار هذه مذكرة التفاهم تطبق قريبا أستاذ طارق العباسي، وغيره ترانا شغالين نحن كثير غير المذكرات، يعني إن شاء الله تشوفوا شيء قبل هذا إن شاء الله بإذن الله. شكرا لوجودك معنا. شكرا لكم. مشاهدينا نطلع فاصل ونرجع نكمل باقي فقرات برنامج سيدتي.